عملنا لون تام دي ماتش خايب اليوم، معناتها دقيقة لعب معناتها نقبلوا هدف ومديري معناتها دخلنا المقابلة معناتها خاسرين 1-0، 12-15 مينوت الأولى ما كناش باهيين، من بعد حاولنا لقينا لي ريبير نتاعنا، حاولنا نداركوا، من بعد لقينا لعبنا خلقنا 3 فرص، جاتنا ضربة جزاء هدرناها، أكيد اللي يضيع يقبل، من بعد قبلنا الهدف الثاني في وقت مش باهي في آخر الشوط الأول أثر علينا، دخلنا الشوط خاسرين 2-0، حاولنا نداركوا في الشوط الثاني، وناي سيد بريسي معناتها ليكيب تاع المستير الفوق وزلنا عليهم شويه، عملنا لونطام بهي خلقنا ضربه جزاء للاسف معناتها زدنا ضيعناها، الشيء اللي معناتها خلى اللاعبين يتمسوا في الهدار ضربه الجزاء الثانيه، بعد اللعب انحصر شويه في الوسط، اكيد مش نعطيو لي سباس المستير بحكم حبينا نطلعوا باش نرجعوا في النتيجه وحبينا نداركوا، قبلنا الهدف الثالث في العموم معناتها مستير اليوم كانت افضل منا، ما علينا كان نحضروا روحنا معناتها نتعلموا من الهزيمه هذه ونحضروا روحنا في باقي الباركور اللي جايين وخاصه الدور النهائي ان شاء الله.